تعتقد احصائيه معينه كمعدل كم شخص هنا يجي يعني علاجيه؟ يعني قصدك العدد اليوم؟ يعني حسب الظروف اللي موجوده طبعا، زين تصل الاعداد هائله مثل ما تشوفون انتم، يعني يوصل يعني احيانا الايام الاف يوصل يعني، زين بس بالبدايات لا تختلف، في وقت الذروه لا تختلف الاعداد طبعا. نعم، بدايتها مئات وبعدين تتحول. حسين الى بالعشرات من البدايه، لانه من 5-0 7-0 يعني فد شيء بسيط. نعم، كل العلاجات متواجده موجوده، اكو عندكم نقص بعض الامور؟ يعني تقريبا كل العلاجات موجوده متوفره، بالاضافه الى يعني هو العلاج اللي خاص بالصيدليتنا يختص بس بالامور الطارئه. اي يعني اكو شغلات تتحدى شغلات نسائيه لا ما نقدر نوفرها كلها، ليش؟ لان هاي تعود للمستشفى يا اما دخول يا اما هو علاج تشرف عليه طبيبه نسائيه. هنا معلومكم انه احنا اطباء، يعني جاي يقعدوا اطباء مقيمين لان دوريين وخفارات عليهم. اي نعالج الحاله ببساطه وبعدين نبدي اذا تحتاج احاله نحولها. صارت تيجي حالات وياك؟ اي صحيح. يعني ذاك اليوم اول خفارتنا من اجى الولد متكهرب زين، بالاضافه الى اجى شخص يعني صار عنده نسميها الانجاينا زين، الجلطه مثلا زين، او الذبحه الصدريه، نقوم له بالتخطيط للقلب زين، واجراء علاجات بسيطه وبعدين نقوم بالاحاله. نعم 24 ساعه 24 ساعه متواجدين. بلي يحفظكم وشكرا لكم، وهذا ان شاء الله ميزان حسناتكم.